بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هناخد ازاي نحل solving a system of linear equations، ازاي نحل نظام المعادلات الخطية. لو احنا عندنا نظام المعادلات الخطية وعايزين نحله، بنعمل ايه؟ بنستبدل replace the given system by a new system. بنستبدل النظام اللي احنا نظام المعادلات اللي عندنا بنظام تاني، بس النظام التاني ده يكون اسهل في الحل، بحيث ان النظامين دول يدونا نفس الايه؟ نفس مجموعة الحل. يعني ايه الكلام ده؟ تعال بس نكمل الجملة. by a new system that has the same set أو solution set but easier to solve. طيب عشان نستبدل النظام اللي عندنا ده اللي هو عطولنا اللي هو given system بالnew system ده، بنعمل شوية خطوات كده. يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ This new system is generally obtained through series of steps. الخطوات اللي انت بتعملها دي بتبقى اسمها elementary رو اوبريشنز. ايه هي الاليمنتري رو اوبريشنز دي؟ لو احنا عندنا، تعال ناخد مثال عشان تفهم الوضع. لو احنا عندنا مثلا سيستم زي ده، اكس زائد واي بتساوي 3 واكس ناقص واي بيساوي 1. لو انت ضربت اي معادله من الاثنين دول في رقم لا يساوي الصفر، طبعا لو ضربناه في صفر هتبقى صفر بيساوي صفر، احنا عايزين اي رقم ثابت لا يساوي الصفر، فايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه، هي نفس المعادله. يعني مثلا المعادله الاولى دي اكس زائد واي بيساوي 3، لو انت ضربتها كلها في 2 تبقى 2 اكس زائد 2 واي بيساوي 3، والمعادله الثانيه زي ما هي اكس ناقص واي بيساوي 1. هل كده السيستم بتاعك اتغير؟ ما اتغيرش. يبقى انت هنا اول خطوه من الرو اوبريشنز دي اللي هي multiplying an equation through by a non-zero constant. يبقى انت لو ضربت اي معادلة من المعادلات اللي عندك دي في non-zero constant، في رقم غير الصفر، لانك لو ضربت في صفر يبقى انت كده طيرت معادله، فانت كده السيستم بتاعك مش هيتغير. طيب تاني اوبريشن ممكن تعملها ان انت تبدل المعادلات. يبقى هنا انتر تشينج تو ايكويشنز، عندك المعادلتين دول 2 اكس زائد 2 واي بتساوي 3، اكس ناقص واي بيساوي 1، او المعادلتين الاصليين دول هم دول نفس السيستم ده هو نفس السيستم ده، فانت لو بدلتهم مش هيحصل حاجه. يعني كده اكس ناقص واي بيساوي 1 واكس زائد واي بيساوي 3، نفس السيستم. طيب تالت حاجه اد ا مالتيبل اوف 1 ايكويشن تو انذر. لو انت عندك دلوقتي المعادلتين دول اكس زائد واي بتساوي 3، اكس ناقص واي اهم واحده فيهم هي دي بيساوي 1، لو انت دلوقتي ضربت المعادله الاولى دي في سالب 1 وضفتها على المعادله الثانيه، هل السيستم بتاعك هيتغير؟ لا مش هيتغير. فانت عندك هنا اضرب المعادله دي كده
سالب طبعا انت هتضرب المعادله دي وتسيبها زي ما هي، لان احنا هنا احنا بنقول ايه، اد ا مالتيبل اوف وان ايكويشن تو انذر، يعني تضرب المعادله دي في رقم معين وتضيفه للمعادله الثانيه، المعادله الثانيه هي اللي هتتغير، يبقى اكس زائد واي زي ما هي. طيب سالب المعادله دي زائد المعادله دي هيديك ايه؟ سالب اكس زائد اكس هيديك صفر. بعد كده سالب واي، سالب واي هيديك سالب 2 واي بيساوي سالب 3 زائد 1 هيديك سالب 2. كده انت حولت السيستم اللي عندك ده لسيستم تاني اسهل في الحل، طبعا ده واضح ان هو اسهل من ده في الحل، والاتنين هيدوك نفس الايه؟ نفس السوليوشن سيت، يعني نفس مجموعه الحل. فانت عندك مثلا السيستم ده سهل ان انت تحله، لان انت عندك هنا مفيش غير ايه؟ مفيش غير متغير واحد او النون واحد اللي هو الواي، وبالتالي هنا الواي تطلع بكام؟ سالب 2 على سالب 2 هيديك 1. بعد كده تعمل سبستيوشن هنا بالواي بتساوي 1، هيطلع معاك ان الاكس بتساوي 2. فانت هنا لو انت عندك given system of linear equations، فعشان تحل ال given system ده بتعمل ايه؟ بتستبدله بنيو سيستم. النيو سيستم ده ليه نفس مجموعة الحل بس بيكون اسهل في الحل، زي ما انت شايف كده احنا استبدلنا السيستم بتاعنا اللي هو ال given system ده بنيو سيستم. النيو سيستم ده اسهل في الحل زي ما انت شايف كده. طبعا عشان نستبدل السيستم اللي هو معطى ده بسيستم تاني اسهل في الحل، فاحنا بنعمل حاجه اسمها elementary row operations، اللي هي ممكن نضرب اي معادله في نون زيرو كونستانت، او نعمل انترتشينج ل تو كويشنز، او ان احنا نضيف مالتيبل اوف وان ايكويشن تو انذر. طيب لو ركزنا برضو في اللي احنا عملناه هنا هتلاقي ان احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا هنا حاجه اسمها اليمينيشن. ركز في الكلمه دي اليمينيشن. انت هنا لما ضربت المعادله دي في سالب واحد وضفتها للمعادله دي حصل ايه؟ الاكس حصل له اليمينيشن، او انت عملت اليمينيت للاكس من ايه؟ من المعادله الثانيه، وبالتالي المعادله الثانيه بقى فيها ايه؟ النون واحد اللي هو الواي. يبقى انت هنا عملت حاجه اسمها اليمينيشن. بعد ما عملت اليمينيشن وخليت هنا عندك واي بس، جبت الواي، وبعد كده رحت جاي راجع ايه، عملت حاجه اسمها سب باك سبستيوشن. سبستيوشن، فاحنا هنا واحنا بنحل لينير سيستم اوف ايكويشنز بنعمل ايه؟ اول خطوه بنعمل اليمينيشنز. اليمينيشنز اللي احنا بن اليمينيت الايه، المتغيرات اللي عندنا. بعد كده بنعمل ايه؟ باك سبستيوشن، بنجيب اول متغير نجيب قيمته بكام، بعد كده نعوض في المعادله اللي قبلها، بعد كده وهكذا لحد ما نوصل لايه، نجيب كل الايه، كل القيم بتاعت الانونز اللي عندنا او الفاريبلز اللي عندنا. طيب تعالى كده ناخد بقى سيستم كبير شويه ونحله. لو عندنا سيستم من ثلاث ايكويشنز اللي هو اكس زائد واي زائد زد بتساوي 6، عندك 2 اكس ناقص واي زائد 5 زد بتساوي 15، سالب اكس زائد 2 واي زائد 3 زد بيساوي 12. طبعا احنا خدنا في الفيديو اللي فات ان احنا ممكن السيستم ده نحوله للاوجمنتد ماتريكس اللي هي بتكون بالشكل ده، واحد اتنين سالب واحد، عندك واحد سالب واحد اتنين، وعندك هنا واحد خمسة تلاتة. ده عندك الايه كوفيشنتس بتاعت الايه، بتاعت الانونز. بعد كده حط الانون الريزولتس بقى عندنا 6 و15 و12. دي الايه؟ الاوجمنتد ماتريكس. طبعا اللي انت بتعمله في المعادلات هنا، يعني لو انت استبدلت معادلتين هنا كانك بتستبدل ايه؟ تو روز هنا. لو انت ضربت اي ايكويشن في كونستانت نون زيرو كونستانت، فانت كانك برضو تضرب اي رو هنا في النون زيرو كونستانت. لو انت اضفت مالتيبل اوف وان ايكويشن تو انذر ايكويشن، كانك برضو هنا بتعمل ايه؟ بتضيف مالتيبل اوف اني رو
to another row. فاحنا هنا هنعمل الخطوات اللي عملناها من شوية، اللي هي اول حاجة بنعمل elimination، وبعد كده نعمل sub او back substitution هنا وهنا في نفس الوقت عشان تشوف يعني ان هما الاتنين شبه بعض، بس طبعا التعامل مع الماتريسيز بيكون اسهل. احنا هنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل elimination. فاحنا هنا هنعمل eliminate للاكس من المعادلتين دول. طيب عشان تعمل eliminate للاكس من المعادلة دي تعمل ايه؟ تضرب المعادلة الاولى في سالب 2 وتجمعها على دي، وبالتالي هنضرب المعادلة الاولى في سالب 2 ونجمعها على دي، هيديك ايه؟ المعادلة الاولى زي ما هي x زائد y زائد z بتساوي 6. تضرب المعادلة دي في سالب 2 وتجمعها على دي، هتبقى سالب 2x زائد 2x هيديك 0. بعد كده سالب 2y سالب y هيديك ايه؟ سالب 3y. بعد كده سالب 2z و 5z هيديك 3z. هنا سالب 12 و 15 ب 3. يبقى انت هنا دي زي ما هي المعادلة الأولى أو الرو الأول هنا، وعندك هنا ده بقى صفر، وهنا بقى سالب 3، وهنا بقى 3، وهنا بقى 3. بعد كده هنشيل إكس من هنا. عشان تشيل إكس من هنا تضرب دي في واحد وتجمعها على دي، فأنت عندك واحد أو إكس وسالب إكس هيديك صفر. بعد كده واي واتنين واي بتلاتة واي. بعد كده زد وتلاتة زد بأربعة زد. بعد كده ستة واتناشر بتمنتاشر. نفس الكلام هنا، عندك هنا صفر وتلاتة وأربعة وتمنتاشر. يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ عملنا elimination من elimination للاكس من المعادلتين دول، elimination للاكس من التوروز دول. لو انت بصيت كده هتلاقي ان انت عندك، لو شلت المعادلة الاولانية هتلاقي ان انت عندك هنا system of two equations، two linear equations فيهم unknowns اللي هم y و z، وبالتالي انت هتعمل نفس اللي انت عملته على السيستم، على السيستم ده مع السيستم ده. فاحنا هنا خلاص المعادلة الاولى زي ما هي، سيبها زي ما هي. بعد كده هناخد الاتنين دول ونعمل eliminate للايه؟ للواي. فانت هنا المعادلة الاولى زي ما هي، عندك المعادلة التانية زي ما هي برضو، بعد كده بقى هنعمل elimination للواي من هنا. طبعا تضرب ده في واحد وتجمعه على ده، سالب 3 و3 يديك 0. بعد كده 3 و4 يديك 7. بعد كده 3 و18 يديك 21. نفس الكلام هنا، 1 1 1 6 0 سالب 3 3 3 0 0 7 21. احنا كده عملنا ايه؟ عملنا elimination. اول حاجة عملنا elimination للاكس من المعادلتين دول، بعد كده عملنا elimination للواي من المعادلة دي. نيجي بعد كده للباك سبستيتيوشن. انت هنا المعادلة التالتة دي اللي هو الرو التالت مفهوش غير ايه؟ غير متغير واحد اللي هو الزد، وبالتالي هنا هتجيب الزد، تطلع معاك ان الزد بتساوي 21 على 7 فيها الكام؟ فيها التلاتة. هنا برضو نفس الكلام، 7 زد تساوي 21 هيديك 3. بعد كده هتطلع للمعادلة دي، المعادلة دي خلاص انت جبت الزد، فهتلاقي ان انت تقدر تجيب الواي، وبالتالي الواي بيساوي 3 ناقص 3 في الزد على سالب 3، هيطلع معاك بكام؟ ده 9 سالب 6 على سالب 3 هيديك 2. بعد كده تطلع المعادلة دي، عندك الواي والزد جبتهم فتقدر تجيب الاكس، وبالتالي الاكس بتساوي 6 ناقص الواي اللي هي 2 ناقص الزد اللي هي 3 على الواحد هيديك 1. وبالتالي انت هنا مجموعة الحل بتاعتك الاكس بيساوي 1 و2 و3. احنا هنا عملنا
الخطوات بتاعتنا اللي هي الإليمينيشن والباك سبستيتيوشن على المعادلات. تقدر تعمل ده هنا برضو، يعني هنا احنا كنا ماشيين بالترتيب برضو، هنا كنت هتضرب هنا في سالب 2 وتجمعه على ده عشان تشيل ده، بعد كده تضرب ده في 1 وتجمعه على ده عشان تشيل الاكس من هنا، بعد كده تضرب ده في 1 تجمعه على ده. طبعا هنا اسهل، يعني هنا مفيش اكس وواي وزد، هنا في اكس وواي وزد، هنا مفيش اكس وواي وزد، هنا الارقام على طول بتبقى واضحه. فانت هنا ده وده على طول هيديك ايه؟ هيديك هنا صفر في المعادله الثالثه، وده وده 7 وده وده 21. فالاسهل ان انت تتعامل مع الايه؟ مع الماتريسيز. طيب احنا هنا حلينا السيستم بتاعنا، والسيستم هنا طلع ليه ايه؟ طلع ليه حل 1 سولوشن. احنا قلنا قبل كده ان احنا واحنا بنحل سيستم اوف لينير ايكويشنز ممكن يطلع عندنا حاجتين، ايه هما؟ ان السيستم ده يكون كونسيستنت، كونسيستنت او ان كونسيستنت. عندي مشكله في الكونسيستنت. كونسيستنت ده ان السيستم متجانس، فبيطلع عندك يا اما وان سولوشن يا اما انفينيت نمبر اوف سولوشنز. هنا ان كونسيستنت مفيش حل. طيب بالنسبه للسيستم بتاعنا ده امتى ما كانش هيكون في حل؟ السيستم ده لو انت لو السبعه دي، تعال نكتبها بدون تاني، لو السبعه دي بقت صفر، فانت عندك كده السيستم بتاعك مش هيكون ليه حل وهيبقى انكونسيستنت سيستم. طب ليه برضو؟ ايه اللي يخلي لو هنا صفر السيستم ده مش هيكون ليه حل؟ لان انت هنا هيبقى عندك صفر بيساوي 21، وبالتالي انت وصلت في الاخر كده لحاجه غير منطقيه، صفر بيساوي 21، فانت هنا السيستم بتاعك انكونسيستنت يعني غير متجانس وبالتالي ملوش حل. طيب امتى توصل هنا ان ده يكون صفر؟ توصل هنا ان ده يكون صفر لو انت عندك بدل الاربعه دي في كام؟ ثواني كده. لا هنا السيستم اللي عندك الاساسي ده بدل ما هنا كان فيه ثلاثه هنا يبقى فيه سالب اربعه، فانت لو عندك هنا كان فيه سالب اربعه فانت هنا اول خطوه وانت بتعمل اليمينيشن للاكس، فانت هنا كنت بتعمل ايه؟ فانت هنا كنت بتضرب وانت بتعمل اليمينيشن هنا كنت بتضرب ايه؟ ده، او كنت بتجمع ده على ده، تمام؟ فانت هنا لما تجمع واحد، يعني هنا تعال نحطها هنا، لو ده سالب اربعه فانت عندك هنا واحد وسالب اربعه كان هيديك ايه؟ سالب ثلاثه، بعد كده سالب ثلاثه والثلاثه دي كانت هتديك الصفر، فانت هنا هيبقى صفر بيساوي 21. صفر بيساوي 21 ينفع؟ ما ينفعش، وبالتالي هنا السيستم بتاعك هيكون ايه؟ هيكون inconsistent يعني مفيش حل، no solution. طيب لو انت عندك كان هنا صفر وفي نفس الوقت هنا صفر، السيستم بتاعك هنا في الوضع ده هيكون ليه infinite number of solution. تاني كده الحتة دي، لو انت عندك السيستم بتاعك من البداية يبقى المعادلة التالتة دي ما هي سالب اكس زائد 2 واي زائد 3 زد بتساوي 12، بقت سالب اكس زائد 2 واي ناقص 4 زد بتساوي 12. في الحالة دي السيستم بتاعك ما بقاش متجانس وبالتالي مش هيكون ليه حل. طيب لو انت هنا سالب 4 وفي نفس الوقت هنا سالب 9، ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نحط دي سالب 9، وبالتالي من الخطوة دي 6 وسالب 9 كانت هتديك كام؟ هتديك سالب 3، وبالتالي في الخطوة الأخيرة كنت هتلاقي هنا صفر وهنا صفر. فأنت عندك في الحالة دي هيبقى إيه؟ هيبقى صفر بيساوي صفر، وبالتالي هيكون عندك هنا إيه؟ infinite number of solution. وبالتالي أنا أقدر أعرف، أنا أقدر أعرف بالخطوات بتاعت الإليمينيشن لما أوصل خلاص للآخر الماتريكس بعد ما عملت إليمينيشن لكل الإيه؟ لكل المتغيرات ما عدا المتغير اللي إحنا عايزينه يعني، أو اللي هو يبقى فيه متغير واحد، أقدر أعرف إذا كان السيستم ده ليه حل ولا ملوش حل، ولو ليه حل هل هو infinite number of
سولوشن او وان سولوشن. ازاي؟ عن طريق ان انا ببص على اخر ايه، اخر حاجه. طبعا الحاجه دي اسمها يعني لها اسم اسمه بيفوت. يعني اول رقم هنا في اول مصفوفه الرقم ده اسمه بيفوت. نيجي هنا ده اول بيفوت، فيرست بيفوت، بعد كده ده سكند بيفوت اللي هو ده، يبقى احنا كده عندنا اتنين. ده ثيرد بيفوت، يبقى انت هنا عندك كام بيفوت؟ تلاتة، 3 بيفوتس. معنى ان انت يكون عندك تلاتة ايكويشنز اصلا، 3 ايكويشنز ويز 3 انونز، ويطلع عندك 3 بيفوتس. يعني كل ايكويشن فيها بيفوت، بيفوت ده اللي هو اول رقم في الايه، بعد ما بتعمل اليمينيشن اول رقم بيطلع معاك في الايه، في الرو. طالما ان هنا في بيفوت، طبعا البيفوت ما ينفعش يكون زيرو، فانت هنا عندك اول ايكويشن فيها بيفوت، طبعا تحته لازم يكون اصفار. بعد كده الرو التاني فيه بيفوت اهو، تحته صفر. الرو التالت هنا لو فيه بيفوت، يبقى انت عندك هنا ثلاثة ايكويشنز وثلاثة بيفوتس، فانت عندك هنا ايه، وان سولوشن. لكن لو انت هنا مكان السبعة دي فيه زيرو، يبقى انت عندك هنا ثلاث معادلات وعندك اتنين بيفوتس بس، وبالتالي هنا هيكون عندك ايه، يا اما هيكون عندك انفينيت نمبر اوف سولوشنز او نو سولوشن. زي ما احنا قلنا لو ده بصفر وده بصفر، يبقى انت عندك ايه، انفينيت نمبر اوف سولوشن. لكن لو ده صفر وده لا وده مش صفر يعني، فهيكون عندك هنا ايه، فهيكون عندك هنا مفيش حل. طبعا الحاجات دي متقدمه شويه، هناخدها بالتفصيل بعد كده. البيفوتس دي بتحدد الرتبه بتاعت الايه، الرانك بتاعت الماتريكس. الماتريكس بتاعتك هنا، الماتريكس بتاعتنا لما دي تكون سبعة تبقى فول رانك، وبالتالي هيكون لها ايه، وان سولوشن. طيب تعالى ناخد الحاله بتاعت انفينيت نمبر اوف سولوشنز دي ونشوف هنجيب الحل ازاي. احنا هنا قلنا عشان يكون في انفينيت نمبر اوف سولوشن، في المعادلات بتاعتك هتبقى اكس زائد واي زائد زد بتساوي 6، 2 اكس ناقص واي زائد 5 زد بتساوي 15، ودي بدل 3 هتبقى سالب 4، ودي بدل 12 هتبقى سالب 9، وبالتالي هيطلع معاك هنا هتبقى دي 0 بتساوي 0، او هنا الاوجمنتد ماتريكس هتبقى كده. السيستم بتاعنا الاساسي كان اكس زائد واي زائد زد بتساوي 6، عندك هنا 2 اكس ناقص واي زائد 5 زد بتساوي 15، وعندك هنا سالب اكس زائد 2 واي ناقص 4 زد بتساوي سالب 9. طيب لاحظ هنا حاجة برضو، لو انت المفروض يعني طالما ان انت عندك اخر رو عندك طلع اصفار كله كده، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الايكويشن دي جايه من ايه؟ التو ايكويشنز دول. يعني انت هنا السالب 9 دي عباره عن ايه؟ 15 ناقص 6، والسالب 4 زد دي عباره عن كام؟ 5 زد ناقص ايه؟ ناقص زد. ثواني كده؟ لا قصدي 6 ناقص 15، 6 ناقص 15 هيديك سالب 9، هنا زد ناقص 5 زد هيديك سالب 4 زد، هنا واي ناقص ناقص واي هيديك ايه؟ 2 واي، هنا اكس ناقص 2 ايه؟ 2 اكس هيديك سالب اكس، وبالتالي الايكويشن دي جايه من تو ايكويشنز. احنا لسه قايلين من شويه ان انت لو ضربت لو عملت اد لمالتيبل اوف 1 ايكويشن تو انذر ايكويشن، فانت كده ما عملت ايه، فانت كده السيستم بتاعك مش هيتغير، هو نفس الكلام. انت هنا كل اللي انت عملته ان انت عملت ايه، ان انت ضربت ده في سالب واحد وجمعته على ده وكونت معادله جديده. المعادله الجديده دي ما اضافتش حاجه للايه، للسيستم بتاعك،
وبالتالي انت هنا عندك معادلتين بس، اللي هو المعادلة دي والمعادلة دي. طبعا احنا هنعرف بعد كده ان التلات معادلات دول ديبندنت، وبالتالي طالما ان هما ديبندنت يبقى ايه؟ يبقى هيطلع عندك زي ما احنا عملنا كده، يبقى فيهم معادلة او اكثر ما بتضيفش حاجة للسيستم بتاعنا، وبالتالي هنا هيبقى عندك ايه؟ infinite number of solution. عندك هنا المعادلة دي بتديك مستوى، والمعادلة دي بتديك مستوى، وطبعا هنا طلع صفر بيساوي صفر، فانت عندك هنا في عدد لا نهائي من الحلول، وبالتالي لما المستويين بيتقاطعوا مع بعض بيتقاطعوا فين؟ بيتقاطعوا في خط مستقيم، وبالتالي الحل بتاعك هنا هيبقى خط مستقيم. طيب اجيب ازاي الحل بتاعي بقى هنا؟ ببساطة شديدة الحل بتاعك يعني هناخد الطريقة البسيطة، لان احنا لسه ما خدناش الطرق التانية. اول حاجة لو انت ضربت المعادلة دي كلها في تولت، او خلاها في سالب تولت مثلا، فده هيبقى واحد وده هيبقى سالب واحد وده هيبقى سالب واحد. بعد كده هنيجي انت عندك ده عبارة عن الايه؟ هات الواي بداية الزد، وبالتالي الواي بيساوي سالب واحد زائد الايه؟ زائد الزد. ومن المعادلة دي هات الاكس بداية الايه؟ بداية الواي والزد، وبالتالي عندك هنا الاكس بيساوي ستة ناقص الواي اللي هو ده ناقص الايه؟ الزد، وبالتالي ده بيساوي ستة زائد واحد بسبعة، وعندك هنا سالب زد وهنا سالب زد، يبقى سالب اتنين زد. نيجي بعد كده هنعوض عن الزد بايه؟ بأي رقم تي مثلا، الزد لت زد بيساوي تي اللي هو بارامتر، يعني التي ده بارامتر بنغيره، لما بيتغير التي هتتغير مجموعة الحل. نيجي بعد كده نعمل ايه؟ زي ما خدنا في اول فيديو. نيجي بعد كده انت خليت الزد بيساوي تي، نيجي بقى الاكس هيساوي كام؟ الاكس هيساوي 7 ناقص 2 تي، والواي الواي بيساوي سالب واحد زائد الايه؟ التي، وطبعا الزد بيساوي التي. لما نيجي نكتبه بقى على هيئة فيكتور، فانت عندك هنا هيبقى الاكس بتاعك بيساوي 7 سالب واحد وهنا صفر، زائد التي خد عامل مشترك مضروب فيه 2 1 1. ده الايه؟ ده الجنرال سولوشن بتاعك. فاكر في اول محاضره لما خدنا تقريبا اول فيديو او تاني فيديو لما خدنا الجنرال سولوشن والبارتيكولار سولوشن؟ الجنرال سولوشن هنا بيديك كل الايه؟ كل الحلول الممكنه. طبعا الحلول الممكنه او كل الحلول الممكنه اللي انت شايفها دي، ده عباره عن ايه؟ خط مستقيم، المستويين متقاطعين في ايه؟ في خط مستقيم. لو انت عايز بقى هنا طب يعني تاخد فكرة عن الشكل بتاعك هيبقى عامل ازاي، ده عبارة عن فيكتور بتبدأ منه. مثلا هنفترض ان الفيكتور ده كده، الفيكتور ده 7 وسالب 1 وصفر في 3 ايه؟ في 3 دي. انت عندك مجموعة الحل او التقاطع بتاعك هو الخط ده. لما بتغير التي انت بتعمل ايه؟ لما بتغير التي انت بتجمع على الفيكتور ده فيكتور تاني، مثلا هو ده، فبيطلع عندك مجموع التو فيكتورز ده هو الفيكتور ده. فين ال فيثاغورس اسمه ارسطو مش ليه؟ فانت هنا مثلا لو التي قلنا ان هي بواحد فهيديك ايه؟ هيديك النقطة دي على الخط. لو التي بصفر هيديك النقطة دي، لو التي باتنين هيديك مثلا النقطة دي. هيبقى انت عندك ضربت الفيكتور ده اللي هو لما التي كان بواحد كان ده، يبقى ده هو ده. لما التي كان بواحد كان عندك ده، لما التي باتنين هتضرب ده في ايه؟ في اتنين هيديك ده، وبالتالي هيقع على نفس الخط الايه؟ المستقيم اللي هو مجموعة الحل. وبالتالي لما بتيجي تجمع ده زائد ده هيديك ايه؟ هيديك الفيكتور ده. لو ضربت ده في 3 مثلا هيديك حاجة كده، الفيكتور ده هيبقى 3 في الفيكتور الأساسي اللي هو ده.
تجمع ده زائد ده هيديك ايه؟ هيديك الفيكتور ده. فهمت حاجة؟ وبالتالي انت هنا احنا قلنا قبل كده برضو في الفيديو الاولاني لو انت ركزت كده كنت قايل لك ايه؟ هنا عندك حاجة اسمها ايه؟ 1 ديجري اوف فريدم. طالما ان انت عندك 1 ديجري اوف فريدم فانت عندك هنا الحل هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن خط 2 degrees of freedom، بيبقى عندك ايه؟ بيبقى عندك مستوى. فهمت الفكرة؟ فانت هنا مثلا لما بعد كده لما يكون عندك سيستم فيه اكتر من تلات او اربع او خمس معادلات، خمس معادلات مثلا، فانت ممكن تلاقي هنا ايه عندك فيه 2 degrees او 3 degrees، فده عادي يعني. انت عندك هنا 1 degree، فانت عندك هنا معناها ان مجموعة الحل هتبقى عبارة عن خط، اي نقطة على الخط ده، اي نقطة على الخط ده دي عبارة عن particular solution. على اساس ايه؟ على اساس انت حاطط التيب كام. وزي ما قلنا لو انت عندك دي طلعت ب21 فانت عندك هنا ايه؟ ده بصفر وده 21، فانت هنا مش هيكون في حل. ليه؟ لان انت عندك ثلاث معادلات، والثلاث معادلات دول الثلاث معادلات دول في سيستم، او السيستم انكونسيستنت يعني سيستم غير متجانس، وبالتالي مش هيبقى في حل للثلاث معادلات مع بعض. واحد هيقول لي طب ما نشيل المعادله الثالثه ونحل المعادلتين الاولانيين. ما ينفعش، انت عندك هنا الثلاث معادلات يعني هو انت بتحلهم مع بعض. المعادله الثالثه مش جايه من المعادلتين التانيين عشان تكون كونسيستنت ويكون في ويكون في انفينيت نمبر اوف سولوشن. لا، ده المعادله الثالثه دي مش جايه من الاثنين التانيين، وبالتالي انت عندك ثلاث معادلات مختلفين، والثلاث معادلات دول مش كونسيستنت مع بعض، وبالتالي مش هيكون في حل. تعرف زي ايه؟ ناخد مثال عشان تفهم يعني ايه برضو الحته دي. لو انت عندك اكس زائد واي بيساوي 3، وعندك اكس زائد واي بيساوي 4، المعادلتين دول السيستم ده انكونسيستنت، ليه المعادلتين دول انكونسيستنت؟ يعني لان هنا اكس زائد واي بيساوي 3 وهنا اكس زائد واي بيساوي 4، لما تيجي تعمل اليمينيشن فيطلع معاك ايه؟ ادي 1 1 3، وده عندك هنا 1 1 4. اعمل اليمينيشن كده، اضرب ده في سالب 1 واجمعه على ده هيديك 1 1 3 0 0، سالب 1 ده هيديك 1 اهو، هنا 0 وهنا 1. فانت عندك هنا السيستم ده نو سولوشن على طول. ليه؟ لان انت عندك هنا الخطين دول هيبقوا مالهم متوازيين، الخطين دول متوازيين. انت عندك هنا الميل بتاع ده خط وده خط. الميل بتاع ده عباره عن كام؟ سالب معامل اكس على معامل واي، سالب 1، وهنا الميل برضه بسالب 1، وبالتالي دول خطين ايه؟ متوازيين، فعشان كده ما لهمش حل. طيب ناخد معادله ثانيه، اكس زائد واي بيساوي 3 و 2 اكس زائد 2 واي بيساوي 6. انت عندك المعادلتين دول مالهم؟ هما نفس المعادله، المعادله الثانيه دي عباره عن المعادله الاولى مضروبه في 2، وبالتالي لما تيجي تعمل هنا اليمينيشن فدي هتبقى بدل ما هي 4 ده 2 و2، 2 2 6. لما تيجي تعمل هنا اليمينيشن هتضرب ده في سالب 2 وتجمعه على ده هيديك هنا ايه؟ 0 0 0، زي اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. فانت عندك هنا المعادله الثانيه، طالما ان انت هنا في معادله كلها صفار او في رو كله صفار، معناها ايه؟ معناها ان الايكويشن دي جايه من الايكويشنز اللي فاتت، يعني في هنا ديبندنت، وبالتالي الايكويشن دي جايه من الايكويشنز اللي فاتت، وبالتالي هنا في ديبندنت، فانت هيكون عندك عدد من الحلول لا نهائي. فهمت حاجه؟ عدد لا نهائي من الحلول، لان هيبقى عندك عدد المتغيرات اكبر من عدد المعادلات. طالما ان عدد المتغيرات اكبر من عدد المعادلات، هنا عدد المتغيرات 2 وعدد المعادلات واحده بس، لان المعادله دي جايه من المعادله دي، والسيستم هنا كونسيستنت. ركز في الحاجات دي، كل مره بغلط في الكلمه دي، كونسيستنت.
والسيستم هنا كونسيستنت يعني في حل. طالما ان في حل، في حل وعدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل، يبقى انت عندك هنا في عدد لا نهائي من الحلول. لكن بالنسبة لي هنا الوضع ده، انت عندك هنا في معادلتين، في معادلتين والسيستم هنا ان كونسيستنت، وبالتالي مفيش حلول. اتمنى ان تكون الفكرة وصلت يعني. ان شاء الله في الفيديو الجاي هناخد هنكمل حلول وكده مع الحاجات دي، وهناخد بقى الطرق بتاعت الحلول، جاوس والحاجات دي ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق، وشكرا على خير، والسلام عليكم.